Latte, bitte, wo mal zu sagen. الله الله اكبر الله واحد 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 الله صوت الله فيها الله 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 اكبر طاب 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 استاذ وزنز مباركه مباركه الله صو صو الله استاذ الله الله خوش مره بقى بارك دينا فن ما مسك نبغى ايش مع الجزء اخذتنا ايش تقدر تقول يا ما مسامح الدكتور محمود بدي سماعي جيلي نابي ايش جيلي؟ يو ايش حاله بدي سجل لي ان شاء الله يشتغل باذن الله في سبيل الله بدون مقابل شوف الان يقول ما اسمع بنوصى معه تكلم عن ايمان من اخوان يقول بنوصى معه مع هذا اصدقه اول مره الان ان شاء الله يسمع ويحشي ان شاء الله باذن الله كلهم ما يقولوا قسم لهم يراد هو وقت يقولوا اليهم حتى ايمان ما سبر لن تور لم يدير ما انما تور خدا بالقران ما وزن طبيب ما دكتور ما توش كلام من نعمز طب علم بلان نصيب وصا ليش ميس؟ استاذ اسمع استاذ بدون سماع اسمع باذن الله. خذ عن هو بلا شمال ما سمعش شيء. يا رب الشافي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءتكم عظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لا تنبر من طرنت الناس مرة أوي كوزنا أي كوزنا دماغي زماني بيوم سا تمام يوب خمسة حرات شيء شيء أحط وشاي بسم الله بيأخذ لك نمشي بسم الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر الله اكبر اللهم صل يا محمد يلا الله اي الله واذا مريت فهو يشفين واذا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إني هما مزبوط أشهد أن لا إله إلا الله هما ناقصة مسلمان هما مز شو حياة لبركو هما مز بلامس فقط بكش قول بلام بلام تدقيق ده كم ريح ناس خلقان سنة يا شو بلوك يتس يلا خلي بهما صلاة شيبين اللهم صل اللهم بيكو اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد مبروك خوش قاعد تو مونث زي الزيتون قولي بيو كل مساج خلاص خلاص مساج خلاص خلاص عمرو جارب زمان قاني قلدم خلاصنا تمام لا تقلع تمسيك الله الله أكبر خلاص وصلى الله على سيدنا محمد Tane vursun. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أستاذ محمود يلا استيك الله الله يلا Thank you.